واش عندك مشكل كبير في عدم زيادة المشتركين على القناة ديالك وعدم رفع نسبة المشاهدات على فيديوهاتك؟ فيديو اليوم هو الحل. غادي نعطيك خطوات بسيطة جدا، إلا عملتي بها وطبقتها حرفيا كن على يقين وكن متأكد بأنك غادي تلمس الفرق. لكن الاجتهاد والاستمرارية في الإنتاج هما سر النجاح. اختار موضوع انت متمكن منه وعندك معلومات بزاف عليه. ممكن ايضا تشارك المتابعين ديالك في اختيار الموضوع، حيث فريمون غادي يعاونوك في استقطاب اكبر عدد من المشتركين للقناة ديالك. تأكد من صحة المعلومات اللي كتقدم قبل ما تنزلها على القناة ديالك. كون إنسان عفوي وما تصنعش، وقدم الموضوع ديالك بطريقتك الخاصة. يفضل او يستحسن ملي تنزل فيديو على القناة ديالك، على الاقل هذا الفيديو هذا خصو يكون فيه 10 دقائق فما فوق، حيت الفيديوهات طويلة بها باش كتجمع عدد الساعات ديال المشاهدات. حيت بزاف ديال الناس غادي يقولوا لي الفيديوهات طويلة مملة جدا، وكل ما كانت قصيرة كل ما كتشاف كتر. فعلا راه كتشاف كتر، ولكن صعيب باش انك تجمع عدد الساعات انطلاقا منها. فلهذا من الأحسن من الأفضل أن الفيديوهات ديالك تكون طويلة. خلي 10 ثواني الأولى من الفيديو ديالك كل إثارة، كل حماس، كل تشويق، حيت فريمون غادي تخلي المتابع ديالك أنه يتبع الفيديو ديالك حتى النهاية. ركز على جودة الفيديو اللي كتنزل على القناة ديالك، لا من حيث التصوير، لا من حيث الصوت، ولا حتى من حيث المونتاج. حيث كل ما كانت الصورة واضحة وباينة، كل ما كان الصوت مسموع، كل ما كان المونتاج متقون، غادي تخلي المتابع ديالك يتبعك لأطول مدة ممكنة. اعمل عنوان مناسب جدا للفيديو اللي غادي تقدم، بحيث يكون كيوافق المحتوى. إضافة إلى ذلك ما تنساوش الصورة المصغرة، حيث كتلعب دور كبير وكبير بزاف في جذب انتباه المتابعين. اعمل وصف جيد للفيديو ديالك، حيت الناس ملي غادي يدخلوا يتفرجوا فيك يبغيو يطالعوا علاش غادي تهضر في الفيديو ديالك. فاحنا كصناع محتوى كتغفل علينا شي معلومه او جوج او ثلاثه ما كنقدروش نشيروا لها في الفيديوهات ديالنا، فكنعلموكم وكنقول لكم مثلا الا بغيتوا تعرفوا المعلومه الفلانيه غادي تجبروها عنا في صندوق الوصف. Thank you.
ما تنساش الكلمات الدلاليه او الكلمات المفتاحيه للفيديو ديالك، حيت غادي تعاون الفيديو ديالك باش انه يطلع في محرك البحث. اخر خطوه غادي نختم بها فيديو اليوم، واللي هي اجتهد ثم اجتهد ثم اجتهد ثم استمر في طرح فيديوهاتك، حيث هي في الأساس سر نجاح قناتك. كنتمنى فيديو اليوم ينال الإعجاب ديالكم، ونكون دائما عند حسن الظن ديالكم. حاولت ما أمكن أنني نتقاسم معكم واحد التجربة اللي هي حقيقية وشخصية أنا قمت بها وحسيت بواحد الفرق على مستوى القناة ديالي. كنتمنى أن هذا الفيديو هذا يفيدكم ولو بالشيء القليل. نتلقاكم بإذن الله تعالى في فيديو جديد بنكهة خاصة بطريقة مختلفة. خليت لكم الراحة، سلام عليكم.